هذه المعلبات هي الطعام رقم واحد المفضل عند جيل الشباب. معلبات السردين أو معلبات التونة أو حتى الطعام المعلب أيا كان اسمه وعنوانه. هل هذا الطعام المعلب صحي؟ طبعا يوصي خبراء التغذية إنه الوجبات اليومية تكون قائمة على الأطعمة الكاملة والابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة المصنعة أو الأطعمة المعالجة، وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن جميع الأطعمة المعلبة ليست صحية. صحيح أن البعض يقول إنه هذا الكلام غير صحيح، لكن للأسف الشديد الوقائع والإثباتات والمكونات التي تضاف إلى هذه المعلبات على الأقل من أجل عملية الحفظ تؤدي إلى إلحاق الضرر بأجسامنا بشكل غير متوقع. للأسف الشديد الأطعمة فائقة المعالجة مثل الخبز الأبيض واللحوم الباردة والمشروبات السكرية بتحتوي على كثير من الدقيق المكرر والسكريات المضافة والصوديوم ومكونات لا نطهو بها الطعام عادة في المنزل مثل المنكهات والألوان والمستحلبات وغيرها من الإضافات، وهذه الأطعمة هي التي ينبغي التقليل من استهلاكها، بل ينبغي الابتعاد عنها تماما إذا كنت تريد وقاية حقيقية من المشكلات الصحية الشائعة اليوم بشكل لا يصدق بين الناس. وطبعا عدد كبير جدا من الدراسات بيظهر اليوم ارتباط كبير بين الأطعمة فائقة المعالجة ومخاطر السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى بعض أنواع السرطان. خلونا نعمل مقارنة بين السمك المعلب والأسماك الطازجة. معروف إنه الأسماك لها فوائد رائعة جدا، وبعض الناس بيتناولوا الأسماك المعلبة وللأسف بيظنوا إنهم بيحصلوا على القيمة التغذوية للأسماك بعد تناول هذا السمك المعلب، لكن شتان بين السمك المعلب والأسماك الطازجة، وخاصة إذا كانت أسماك مثل سمك السردين اللي بيتغذى على العوالق، وهذا يعني إنه سمك طاهر ونظيف وخالي من الزئبق على بعض أنواع الأسماك الكبيرة اللي قد نجد فيها مستويات عالية من الزئبق وقد تلحق الضرر بجسم الإنسان. عموما الأسماك المعلبة وخاصة سمك التونة والسلمون والسردين تعد هذه الأسماك المعلبة طريقة غير مكلفة للحصول على البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، وهذا يساعد على خفض ضغط الدم والالتهابات والدهون الثلاثية كما يقول من ينصح بتناول هذه الأسماك المعلبة. طبعا معروف إنه السردين والسلمون البري غنيان بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وأيضا قطع التونة لها فوائد كثيرة وغنية بالعديد من المعادن وخاصة الزنك والفوسفور. لا يمكن أن نقارن بين السردين والسلمون الموجودين في المعلبات الحديدية أو المصنوعة من الألمنيوم وبين وجبة سمك سردين طازج في إضافات تغذوية تعمل على تعزيز القيمة التغذوية والحصول على الفوائد المرجوة من هذه الأسماك الطازجة. لكن للأسف الشديد احنا في زمن السرعة والبعض بيلجأ الى تناول هذه الأسماك المعلبة، وطبعا في أسرار كثيرة مرتبطة بالسمك المعلب، فمثلا في سمك معلب في الماء المالح وفي سمك معلب في الزيت، والزيت بيختلف، بعض الشركات بتستخدم زيت الزيتون وبعض الشركات بتستخدم زيت فول الصويا، وطبعا في شركات بتضيف إلى معلبات التونة أو السلمون الصلصة أو التوابل، وطبعا هنا بيحتوي على نسب عالية جدا من الصوديوم إلى جانب المواد الحافظة والمضافات الكيميائية اللي حتما بتأثر على أجسامنا بطريقة سلبية دون ما نشعر. تخيلوا الفرق بين هذه المعلبات ومثلا طبق من التونة الطازجة أو السردين الطازج مع الجزر الطازج المبروش والملفوف الأحمر وشرائح الفجل أو البصل الأخضر أو أي من السلطات الطبيعية، وإضافة عصير الليمون أو الطحينة البيضاء أو زيت السمسم ولفائف الخس. وجبة غذاء باردة رائعة جدا لا يمكن مقارنتها بتلك المواد المصنعة. تخيلوا مزج سمك السلمون بالبصل المفروم والفلفل والحمص المطبوخ مع إضافة من عصير الليمون والبقدونس. تخيلوا طبق من السردين مضاف إليه الطحينة البيضاء وباستخدام ملح الهملايا وبعض التوابل المفيدة.
للأسف الشديد أصبحنا في زمن السرعة، وأصبح الناس بيلجأوا إلى المعلبات بشكل كبير جدا. حتى الحساء اللي الأصل نصنعه في المنزل ونستفيد من الكولاجين الموجود فيه ونستفيد من العناصر التغذوية للحساء الطازج اللي بيتم طهيه بوعي من خلال استخدام عظام الحيوانات أو حتى عظام الأسماك ورؤوس الأسماك والمحاريات، حتى الحساء أصبح الحساء معلب، الحساء الجاهز المعلب. والبعض بيقول إنه هذا خيار صحي لترطيب الجسم وتناول الخضار واختيار حساء الخضار أو الفاصوليا، ولا أحد للأسف بيدعو للتحقق من نسب الصوديوم الموجودة في هذا الحساء المعلب. هذا طبعا غير المواد الحافظة والمنكهات الاصطناعية والماجي. شتان بين الحساء المعلب وبين الحساء المعمول في المنزل. للأسف الشديد حتى الحبوب المطبوخة أصبحت الحبوب المطبوخة مسبقا موجودة في معلبات. تناول المزيد من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشعير الطازج، هذا مفيد لصحة الجهاز الهضمي. وعملية طهي الحبوب الكاملة في المنزل بتستغرق ساعة أو أكثر، لكن الحبوب المعلبة المطبوخة مسبقا هذه جاهزة للأكل، وفي غضون 90 ثانية من تسخينها في الميكروويف بتنضج، وطبعا لا يوجد فيها أي قيمة غذائية، وهذا يجب علينا أن نكون مؤمنين به بنسبة 100%. وللأسف الشديد كلها غير خالية من الإضافات الملح والسكر والصوديوم والمواد الحافظة والمنكهات والأصباغ. بعد ما حصلتم على هذه المعلومات، احنا اللي بدنا نسأل، هل الطعام المعلب صحي من وجهة نظركم؟ شاركونا بأراءكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو. أجمل تحية لكم، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى اللقاء. قد تنجو أجسامنا من شر الأمراض التي تسببها الجراثيم، ولكن ما أقل ما تنجو من الأمراض التي تسببها التخمة وفساد المطبخ الحديث وأسلوب المطاحن ومعامل الأغذية المعلبة. والأدوية التي توصل إليها العلم الحديث لخدمة الإنسانية وإنقاذها من الألم والعذاب، حولتها المعامل والمتاجر إلى وسائل لابتزاز المال، فأصبحت تستعمل فيما ينفع وفيما لا ينفع، مما أدى إلى إضعاف المقاومة والفعالية في الأجسام. هل تصدق أن طبقاً من العدس خير لك من زجاجة كاملة من شراب الحديد؟ إذا تابعت هذه القناة فستؤمن أن في الطبيعة عدداً من النباتات فيها الغذاء وفيها الدواء وفيها الشفاء. في وسع كل مشاهد أن يزيد حصيلته المعرفية وينمي جسمه على أساس صحي وسليم. نحن معرفة وأكثر.